السلام عليكم، مرحبا بكم بوصفة جديدة في قناتكم قناة مطبخ الأصدقاء. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تحضير عجين الصابلي. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا السر اللي غادي يخليه محافظ على الحجم ديالو، ما كيتغيرش وما كيتنفخش، وكذلك اللون ديالو، يعني كما كنطبعوه كما كنخرجوه من الفرن. غادي تشوفوا معايا بزاف ديال النصائح اللي غتستافدوا منهم، وخاصة المبتدئات اللي ما كينجحش ليهم الصابلي. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير للاستفادة. فإلى عجبكم ما تنساوش ليا لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاهل والاصدقاء ديالكم. اللي اول مرة كيدخل القناة ما ينساش يفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد للاستفادة. كنتمنى تشجعوني باش نزيدكم المزيد من الوصفات الناجحة 100% والمعتمد عليها. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات، جوج بيضات كاملين، 250 غرام ديال الزبدة حرارة المطبخ، ساشي ديال الفانيلا ما يعادل 11 غرام، جوج كيسان عنبة سنيدة رقيقة خاصة بالحلويات، نفس الكأس عنبة زيت نباتية، قريصة ديال الملح، جوج معالق كبار ديال الجلوكوز. على بركة الله نبدأ بتحضير عجين الصابلي. كما كتشوفوا معايا هنا، إما كنستعمل الباتور الكهربائي، الضرب الكهربائي أو الضرب اليدوي اللي كان موجود. كنقطع الزبدة طريفات كبار تكون بحرارة المطبخ باش كتسهلنا الخدمة ديالها. كنضربوها بسرعة مرتفعة، وفي نفس الوقت نحركو الجناب والوسط والتحت باش الزبدة ديالنا كنتأكدو بأنها كتخدم كلها. كنرجعوها كتضرب مزيان حتى كتبدا تخفاف، عاد كنزيدو كاس ديال سنيدة عنبة، كنزيدو الفانيلا، وكنكملو في التضرب بسرعة مرتفعة رقم 10. كنزيد الكأس الثاني والأخير ديال سنيدة، وكنكمل مزيان في التضرب. ومن طبيعة الحال كل مرة كنبدا نغاكلي يعني الجناب باش تخدم ليا، نتأكد بأن الزبدة كلها كتخدم وأن المقادير كتندمج مع بعضها. كنزيدو هنا قرصة الملح اللي كنتبتو بها المذاق، وعاد كنزيدو الزيت. هنا كنقصو من الباتور من السرعة باش غير الزيت ما يترش علينا، كنقصو غير كتندمج شوية، عاد كنزيدو هنايا في السرعة ديال الباتور، وكنخليوها كتخدم مزيان كتندمج مع بعضها. كنحيدو داك الزيت اللي في الجناب باش كلشي كيندمج مع بعضو، كنتأكدو منو مزيان كلشي مندمج من التحت ومن الفوق كلشي مزيان. صافي كنزيدو في الضرب الكهربائي، وكنخليو داكشي كيضرب مزيان. من بعد غادي نزيدو دوك جوج البيضات اللي بحرارة المطبخ، ما يكونوش باردين ما يكونوش كلاصي باش ما يخسرش لينا داك القوام ديال المزيج ديالنا، يكونوا حرارة المطبخ. كنخرجهم تقريبا واحد الساعة من الثلاجة اذا كانوا في الثلاجة. صافي هنايا كنجهدوا الضرب الكهربائي حتى كتولي لينا هاد المقادير كلها بحال الموس. تشوفوا القوام ديالها كيفاش داير، دير لينا بحال الموس، يعني كيفاش اروى. صافي كنحيدوها من الضرب الكهربائي، وكنديروها في واحد الصحن اللي غادي نخدمو فيه يكون شويه واسع كبير باش كنخدمو براحتنا. ومن بعد هنايا غادي نزيدو واحد جوج معالق كبار ديال الجلوكوز. هنا كما كتشوفوا معايا راني كندير معلقه كبيره في الماء، وعاد كنعمر الجلوكوز باش ينزل لينا كلشي، يعني المقدار اللي باغيين مضبوط. كما كتعرفوا بان الجلوكوز كيلصق، وغالبا ما كنخليو الجلوكوز معلقه، يعني ما كنستافدوش من المقدار اللي حنا طالبينه. هذاك الشيء علاش كندير معلقه في الماء عاد كنصب الجلوكوز. وهنايا الجلوكوز ضروري منه، لانه هو السر اللي كيخلي لنا الصابلي ما كيتنفخش لينا في الفرن وما كيديفورماش لينا، ضروري من الجلوكوز. صافي هنايا كنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، الدقيق خاص بالحلويات كنبدا نزيد شويه بشويه، لان علاش كنبدا نخدمه اول حاجه كنبدا نخدمه مزيان، وكنبقى ندخل في المقادير مزيان الطحين في المزيج ديالي. وثاني حاجه كنشوف على حساب الدقيق، يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق، اما غادي نحتاج الكيلو كامل واما غنحتاج القل او اكثر. مساله كاس عنبه اما زايد اما نقص ديال الدقيق. كما كتشوفوا معايا هنايا
انا احتاجيت الكيلو ديال الدقيق، كيكون القوام ديالو بحال هكا. صافي هنايا غادي نقسم العجين ديالي على 4، لانني غندير 4 تشكيلات مع 4 نكهات. هنا درت نكهة البيستاش، جوج معالق صغار او جوج معالق ونص على حسب الجهد ديال البيستاش. النكهة الثانية كندير نكهة الكراميل، نتوما ديروا اي نكهة بغيتو، تقدروا ديروا نوا دو كوكو يعني جوز الهند اللي كيكون مطقوق، ديروا البخاليني، ديروا الناطا حتى هي كتجي بنينه بزاف. النكهة الثالثة كندير نكهة الفخيز، تقدروا ديروا حتى الملون الغذائي الا بغيتو تشكلوا داك الصبي ديالكم، يعني كيبقى كل شيء اختياري. النكهة الرابعة والأخيرة كندير هنايا جوز الهند، نكهة جوز الهند، تقدروا تشدوا جوز الهند وتطحنوه مزيان حتى كيولي مطحون رقيق بزاف، وكتخلطوه كذلك كيجي بنين بزاف. صافي هنا ملي كنسالي كنسرح الصابلي ديالي، غير كنوجدو باش منين نبغيه نلقاه واجد وسهل في الخدمة. بالنسبة الى كنتو باغيين تخدموه يعني توت سويت راه كتخدموه، وبغيتو تحتفظوا به واحد ان سومين ولا 3 ايام راه كتصوبوه بحال هكا، كتبسطوه شويه باش تسهل عليكم الخدمه، وكديروه في الثلاجه 3 ايام او سيمانه. والا كنتو باغيين تخدموه من بعد شهر او شهرين او حتى اكثر، فكديروه في الكونجيلاتور، يعني كيبقى محافظ على داك عداك على داك اللوغو تاعو وعلى النكهه ديالو وعلى القوام وعلى كل شيء بدون اشكال. كما كتشوفوا معايا هنايا راه كنوجدو يعني باش كتسهل الخدمه. صافي من النهار اللي كنبغي نخدمو راني كنوجدو كنخرجو بحال هكا، وكنبقى نبسطو مزيان. الا كنت غادي ندير يعني غير ورقه وحده فوق وحده راه كنرققو بزاف، يعني بزاف كيكون رقيق. باش كندير ورقه فوق ورقه، وكنستعمل انا هاد الطابي اللي دايره على الجانب، كنستعملها خاصه بالصابلي، راه كتباع في المحلات ديال الحلويات، كيجي المنظر جد جميل بها. صافي هنايا كنبسط مزيان كيما قلت لكم، كنرققوها مزيان. والا كنا غنديرو غير يعني ما كنديروش ما كنلصقوش وحده فوق وحده، راه كنديرو شويه غليظ، يعني كنغلضو غير شويه على هكا باش كنديرو فوق منه الشوكولا او كنديرو اي تزيين او عجين بلاستيكي او عجين شوكولاته كيما بغينا نزينو، كنديرو بحال هكا يعني ما كنرققوش بزاف كيما كتشوفوا معايا. صافي هنايا كندير الفرن كيسخنني على 180 درجه لمده 10 دقائق. من بعد كندخل انايا الصابلي ديالي، كنقص من الفرن، كندير ما بين 150 حتى 160 لا اكثر على حسب الفرن، وكندخلوه في حراره اللي كتكون كتدور يعني فونتيلي، وكنقابلو كندير ما بين 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه، ما كنكثرش باش ما كيتحرقش ليا، راه هو دغيا كيطيب كنرد البال معاه، ما كنخليهش يتحمر بزاف، غير شويه كيبدا يتذهب كنخرجو من الفرن، وكنرد بالي بزاف كنخليه حتى كيبرد عاد كنحيدو من الطاوة، لانه كيتكسر بسهولة، كيكون تخي تخي فخاجيل، كنخليوه حتى كيبرد، ومن بعد عاد كنزوقوه السواق اللي بغينا. وإلا ما كناش غادي نزوقوه في نفس النهار فكنديروه في الكونجيلاتور، كنجمعوه في واحد العلبة يعني محكمة ولا داك الفرشي، كنديروه فيه وكنديروه في الكونجيلات فوق غير في الهواء، يعني ماشي مشكل اللي كنديرو في الفرشي ولا درناه في شي بواطه، كنديرو في الكونجيلاتور حتى كنبغيو نسوقو وكنخرجوه، وكان يعني بعينينا مغمضين الصابلي ديالنا راه ناجح ومقرمل، والشكل ديالو جميل كيما كتشوفو، ما منفوخش وكيما طبعناه كيما خرج لينا يعني ناجح 100%. صدقوني هاد الطريقه اللي استعملت ديال الروبو راه كينجح ليا الصابلي 100%، يعني تخدموه بعينيكم مغمضين بدون اشكال. كنتمنى انكم استفدتوا وتتبعتوا النصائح، راه غينجح ليكم. فالى هنا وصلت نهايه الفيديو، كنتمنى ان الطريقه تعجبكم والفيديو يعجبكم. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.